دخلت حاملة الطائرات USS أبراهام لينكولن CVN-72 إلى منطقة الشرق الأوسط المجهزة بمقاتلات من طراز F-35C وFA-18 بلوك 3، دخلت منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية. ترافق حاملة الطائرات USS أبراهام لينكولن CVN-72 وهي السفينة الرائدة في مجموعة حاملة الطائرات الضاربة 3 سرب المدمرات 21 وجناح حاملة الطائرات الجوية 9، وبذلك يرتفع عدد حاملات الطائرات الأمريكية الموجودة حاليا في الشرق الأوسط إلى 2، حيث تتزايد المخاوف من حصول تصعيد عسكري إقليمي. وزير الدفاع الأمريكي أكد أن لينكولن هي السفينة الرئيسية في مجموعة حاملة الطائرات الضاربة 3 ويرافقها أسطول المدمرات ديسرون 21 وجناح حاملة الطائرات CVW 9، ومن المفترض أن تحل لينكولن محل حاملة الطائرات USS ثيودور روزفلت، موضحة أن الهدف من تلك الخطوة هو الحفاظ على وجود قوة ضاربة في الشرق الأوسط. لكن التوجه العسكري الأمريكي للمنطقة يقترن بحسب خبراء مع تزايد القلق بشأن تصريحات إيران الأخيرة حول تصميمها على شن هجمة للرد على عملية اغتيال هنية، مع تسريبات كشفت عن وجود نوايا هجوم بري أو جوي قد لا يكون مستهدفا إسرائيل بشكل مباشر، لكنه ربما يستهدف مواقع أو مصالح إسرائيلية في العراق وأذربيجان تحديدا بعد إجراء مناورات بحرية أجراها الجيش الإيراني مؤخرا. وهو ما يؤكد حديث أوستن عن أن أمر إجراء تعديلات على التموضع العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط يأتي سعيا لاحتفاظ الولايات المتحدة بالقدرة على الانتشار في غضون مهلة قصيرة لمواجهة أي تهديدات لأمنها القومي.